وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على ما عرضه وزير الزراعة والأعمال العام بشأن تحديد سعر ضمان وذلك لتوريد القطن للموسم القادم، بحيث يكون سعر الضمان 10,000 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه البحري و 12,000 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية. إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم في نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع وسط تداولات كلية بلغت نحو 6.3 مليار جنيه. هذا وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.41 من ألف تريليون جنيه. أما بالنسبة لمؤشرات البورصة المصرية فقد ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بما نسبته 0.18% ليصل ويحقق ما قيمته 28,926 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بما نسبته 1.44% ليحقق 7,243 نقطة. هذا وقد صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بما نسبته 1.42% ليصل ويحقق ما قيمته 10,161 نقطة. من أسواق المال إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الوسيط بما نسبته 74% ليصل ويحقق ما قيمته 82 دولار وسنتان للبرميل الواحد. كذلك ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.8% لتبلغ ما قيمته 77 دولار و25 سنتا للبرميل. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا هي الأخرى بنسبة 1% لتصل إلى 2.75 دولار للتر. في المقابل هذا قد صعد لأسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.18% لتسجل 1.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وكالة الطاقة الدولية تعديل توقعاتها لنمو إمدادات النفط العالمية في العام 2024. أشارت الوكالة إلى رفع توقعاتها لتصل إلى 1,700,000 برميل يوميا لتصل بذلك إلى مستوى غير مسبوق عند 103,800,000 برميل يوميا بدعم من الإمدادات الواردة من خارج مجموعة أوبك بلس.